مساء الخير عليكم متابعينا الاعزاء، متابعي بلوبير ميديا في كل مكان. معكم في التغطيه حسناء رفعت زي ما احنا شايفين مع حضراتكم، يعني ان لله وانا اليه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله. جنازه تشييع اداء صلاه العصر ويعقبها اداء صلاه الجنازه على فقيد الشباب. فقيد الشباب ماهر عبد الحليم ابن قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوي بمحافظة الدقهلية، الذي لقي مصرعه على يد أحد جيرانه يعمل صنايعي أفران غاز، قتله للأسف الشديد وهشم رأسه بشاكوش. إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متابعينا الأعزاء، متابعي بلوبير ميديا، يعني أداء صلاة الجنازة الآن على فقيد الشباب ماهر عبد الحليم ابن قرية كفر غنام التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، واللي راح ضحية على يد ابن قريته طبعا مجدي الغالي البالغ من العمر 36 سنة، واللي بيعمل طبعا صنايعي أفران غاز هنا داخل القرية بعدما تعدى المتهم على شقيق المجني عليه طبعا بالضرب. فطبعا راح لاخوه بيشتكي له، فراح المجني عليه بيعاتب ابن قريته بيقول له مالكش حكم على اخويا، ولا ليك ان انت تمد ايدك عليه. ليتفاجأ بالمتهم يعاجله بضرب بواسطة الشاكوش على رأسه حتى هشم جمجمته للأسف الشديد. فتدخل اعمام المجني عليه ليدافعوا عن ابن شقيقهم، ليتفاجئوا به يتعدى عليهم ايضا بالشاكوش، ويعني يتسبب في كسر للفك السفلي لأحد الأعمام وراجل مسن، ويتم حجزهم جميعا بمستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة. الواقعة كانت تعود أحداث الواقعة لواحد 1/7/2024، حيث قام المتهم أو القاتل بالتعدي بالضرب على شقيق المجني عليه. حيث قام المتهم بالتعدي بالضرب على شقيق المجني عليه، وما كان من المجني عليه ان هو راح للمتهم اللي بيشتغل صنايع افران غاز لمحل عمله بيعاتبه مالكش حكم على اخويا بتضربه ليه. ليتفاجئ بالمتهم بيعاجله بالضرب بواسطه شاكوش على راسه حتى هشم راسه للاسف الشديد، واصابه ب يعني كسر حاد في الجمجمه ويؤدى الى نزيف في المخ، وتم حجزه من يوم 1/7 بالمستشفى حتى لفظ انفاسه الاخيره امس داخل غرفه العنايه المركزه. كما تعدى المتهم ايضا
كما تعدى المتهم أيضا على أعمام المجني عليه لما تدخلوا للدفاع على ابن شقيقهم، لكن للأسف طبعا تم إحداث إصابات بالغة بأحدهم والآخر تم التصريح له طبعا بالخروج من المستشفى. بنشهد مع حضراتكم الآن بالجنازة الشاب الفقيد عنده 21 سنة، كان شاب شغال في ورشة، شاب محبوب من الجميع، الكل بيشهد لي بحسن الأخلاق. إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماهر عبد الحليم ابن قرية قفر غنام، القرية الهادئة في أطراف محافظة الدقهلية، أقصى جنوب محافظة الدقهلية. إن لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مكث في المستشفى أكثر من شهر حتى فاضت روحه إلى برئها، ولقي مصرعه أمس من يوم 1/7 وهو في غرفة العناية المركزة وفاضت روحه إلى برئها أمس. إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتم تشييع الجنازة بعد انتهاء من أداء صلاة الجنازة داخل مقابر العائلة، طبعا زي ما احنا شايفين احنا داخل المقابر الآن بقرية قفر غنام مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. اللهم ارحم بنا وبنا وبنا جميع المسلمين، واغفر لنا وارحمنا وعافنا وارحمنا يا رب العالمين. ورجاء الجنازة تحمل من الحزن والحزن. خروج الجنازة الآن والنعش، طبعا ربنا يصبر والدته ووالده طبعا ويلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. البلد كلها خرجت لتشييع جنازة فقيد الشباب البالغ من العمر 21 عام فقط، واللي راح على يد أحد أبناء قريته اللي عنده 36 سنة، هشم رأسه بواسطة شاكوش وأنهى حياته للأسف الشديد. حالة من الحزن بتجتاح قرية كفر غنام الهادئة. إن لله وإن إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بشكركم جدا متابعينا الأعزاء، متابعي بوكبر ميديا، كنت معكم أنا حسناء رفعت، وإلى اللقاء في تغطية جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.